بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى عليها الصلاة والسلام. فيوم على حال مبارك من أيام شهر رجب، وغدا يصادف يوم وفاة العقيلة، عقيلة الطالبيين زينب الكبرى، التي في واقع الحال إخواني في مثل هذه المناسبة لابد أن نوجه رسالة للإخوة والأخوات، أنه أيها الأحبة، زينب الكبرى ليست من المعصومين. زينب الكبرى على أي حال ليست من الأولياء الذين اصطفاهم الله لإمامته ولخلافته في الأرض، ولكن زينب الكبرى وقفت موقفا عظيما كبيرا، حتى أنها لعبت دورا محوريا في الحفاظ على خط الإمامة، خط المعصومين. هي ليست في واقع الحال من الأئمة، ولكن حافظت على خط الأئمة، حافظت على خط المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ضحت بكل وجودها، ضحت بكل قدرتها، وعلى أي حال ما تملك من طاقات وعواطف وإيمان، حتى تبقي خط الإسلام وخط الرسالة في وجدان الأمة، في ضمير الأمة. أنتم عندما تحيون شهادة أبي عبد الله الحسين وقضية كربلاء وبكل تفاصيلها، في الواقع أن لزينب دور متميز جدا، واقعا متميز جدا. هي لم تقتل، ولكن هي شاهدة على الظلام، وهي على حال أسرت ذلك الأسر المهين المخيف المؤذي، ولكن تحملت كل ذلك حتى تحافظ على شيء اسمه خط الإسلام وخط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في قبال الخط الأموي والخط المنحرف الذي في واقع الحال لعب دورا سلبيا في تحريف الإسلام. فأيها الإخوة، أيها الأخوات، انظروا أنه موقف الإنسان في واقع الحال له قيمة. أنا شقد أقدر أكون أدافع عن الحق، شقد أقدر أدافع عن الحقيقة، شقد أنا أكون أنصر المظلومين، وكم لي من الطاقة على أنه أحكم الهوية الدينية الصحيحة، وأصل المنهج الحق في ضمير الناس. هذا كله يلعب دور في تاريخي، يلعب دور في مستقبلي، يلعب دور على أنه أنا في واقع الحال أترك بصمة في التاريخ، وهذا يجازى الإنسان به في الدنيا قبل الآخرة. واقع هذا يجازى الإنسان. الله سبحانه وتعالى في واقع الحال إذا رأى الصدق من عباده، ورأى الثبات والإرادة في ضمير أوليائه وعباده، رب العالمين لا يترك العبد هكذا. الشاب الآن يرجع إلى الله بعد الذي فعل، بعد الذي عمل عليه حال، يرجع إلى الله. تعرفون رجوعه إلى الله كم له من القيمة؟
وفي كربلاء حصل هذا الأمر. في كربلاء حر بن يزيد الرياحي في واقع الحال كان ضمن على حال المؤسسة الأموية، وكان ضمن الجيش الأموي، وهو الذي جعجع بالحسين وأهل بيته، ولكن وقف موقفا وغير وجهته باتجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الله ما تركه. لحر بن يزيد الرياحي من الذكر ومن الحياة في وجدان الأمة وضميرها كله يرجع لموقفه، مع أنه قلت فعل ما فعل في حياته ما ندري، ولكن رب العالمين غطى على كل ذلك موقفه. هذا الشاب المهذب اليوم مع كل هذه الشبهات المختلفة والأباطيل الكثيرة والانحرافات العظيمة على المستوى السلوك الاجتماعي، على مستوى الفكر والثقافة، كل هذه في واقع الحال يقف الشاب ليدير ظهره على كل ذلك ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا في واقع الحال يعطي للإنسان زخم ووجود رب العزة عز وجل يسجده ويعاونه ويقف معه، يقف معه. الله ما يخذل أحد. شوفوا إخواني، الحسين صلوات الله وسلامه عليه قدم ما قدم، قدم ما قدم، وفعلت بني أمية بالحسين فعلة لم يسبق لها مثيل في تصفية وجود الحسين ومن يلوذ بالحسين من الشباب والرجال. ما أبقوا أحد صفا، ما أبقوا أحد، حتى بعض الأطفال هم قتلوهم شر قتلة حتى لا يبقوا لهذا البيت باقية. مو شكل، بس إرادة الله كان شيء آخر، إرادة الله كان شيء آخر. شنو إرادة الله؟ هي زينب الكبرى. لما أقول موقف زينب في الواقع موقف عظيم، وعظمة زينب كونها بنت عليا وكونها عقيلة الطالبين وكونها المتدينة الزاهدة العابدة العفيفة المحجبة، مع كل ذلك زينب كانت صاحبة رؤية، رؤية ووضوح على أنها صاحبة حق وترى المستقبل، ما تشوف هالأجساد المضرجة، هذا الهتك الكبير اللي صار لحرمات رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذا ما كانت تعتني إلى باعتبار الشوف البعيد. شوف كلمتها ايش قالت للإمام زين العابدين، قالت له سينصب بهذا الطف علم كلما اجتهد أئمة الجور على محو أثره فلا يزداد إلا علوا وارتفاعا. يا بني، تتكلم مع علي بن الحسين زين العابدين وهو كان يرتعد حزنا وألما ومرضا وضعفا، مريض وضعيف، وكان يرتعد وأخذته عليه حال الحالة الإنسانية التي تأخذ كل إنسان يحمل عواطف ويحمل عليه حال آلام. قالت يا بني اعلم أنه والدك سوى شغل، والدك سوى شغل وأقدم على مشروع، هذا المشروع الله سيعينه، الله سيرعاه، الله سيرعى هذا المشروع، لا تخاف. سينصب لأبيك علم ليجتهدن أئمة الجور. أئمة الجور على طول التاريخ يا أخوان، قبل أيام مر علينا قضية المتوكل العباسي وما عمله المتوكل العباسي. تدرون المتوكل ايش سوى؟ المتوكل منع زيارة الحسين بكل الطرق وبكل الأساليب، حتى أنه جاب محراثات تحرث قبر الحسين وفتح الماي عليه، أنه خلي هذا نبيده القبر يروح يطمس القبر. ولكن إخواني،
الآن لما تروحون إلى كربلاء عن بعد مسافة طويلة وشوفون القبب الزاهية للحسين ولأخيه العباس، وين المتوكل؟ وين الشمر؟ وين عبيد الله بن زياد؟ وين عمرو بن العاص؟ وين معاوية؟ وين يزيد؟ وين؟ هذا يعني أيها الأحبة اعلموا أن لهذا الكون، لهذا الكون ولهذا الدين راعي، الله يرعاه، الله يرعاه. فلا تخافوا يا شباب المتدينين، لا تخافوا يا أخواتنا العفيفات الرساليات، لا تخافوا. نقول سيدنا أخذتنا الموجة وشوفوا الوضعية، ما يخالف، اعملوا اعملوا بمقدار مسعاكم، بمقدار طاقتكم، وجهوا من تستطيعون توجيهه، بينوا لمن تريدوا أن يتبين له الأمر من الأفكار والرؤى والعقائد والفضائل والأخلاق. صدقوني هذه البذور اللي أنتوا على حال تضعوها في الأشخاص، هاي البذور راح تنتج، تنتج غابات جميلة، تنتج أشجار مثمرة، تنتج شباب وشابات رسالين ورساليات يرفعون راية الإسلام. فموقفنا هو اللي يحدد إحنا في الواقع مصيرنا. صدقوا موقف الإنسان ومبدئيته تحدد مصيره. زينب الكبرى بقت في وجدان الأمة وتاريخ الإسلام لأنها اتخذت موقف وصحيح بكل الآلام اللي جرت وبكل القضايا اللي حدثت، ولكن سجلت موقف عظيم يبقى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الأصدقاء، لنحاول أن نخدع أنفسنا، لنحاول أنه حسب تعبيرنا نلوي عنق الأشياء اللي إحنا ما نريد نسلم فيها ونحورها بطريقة اللي تصب في مصلحتنا. لنكن صادقين مع أنفسنا، الصدق مع النفس والصراحة مع النفس، أنه أنت إنسان على حال على الطريق أو لست على الطريق، أن لا تخدع نفسك. هذا خداع النفس من الخيانات الكبرى الإنسان يعملها في حياته. لا تخدع نفسك، بس الآخرين قد ينخدعون، بس أنت لا تخدع نفسك، خليك واضح، خليك صريح، خليك إنسان على حال مبدئي. والله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر رجب الأصب، في واقع الحال فتح أبواب رحمته وفتح فرص إن جميعا أنه نعود إليه ونرمم علاقتنا معه. شوفوا هذا الحسين، هذا الحسين العظيم، حتى في رجب زيارات خاصة إليه، في أول رجب، في نصف من رجب، حتى في شعبان زيارات خاصة إليه، في رمضان زيارات خاصة إليه. فتشوفوا في الحج، في الحج، في عرفة، أنت في عرفة، زيارة للحسين، هذا كله أجر، أجر جعله الله للحسين، لأن الحسين صدق مع نفسه، صدق مع الله، صدق مع رسول الله، لذلك رب العالمين ما تركه، ولذلك حب الله الحسين، حب الله الحسين بأمور لم يحب أحدا، حتى من المعصومين ما حب أحدا كما حب الحسين بها، أن جعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الأئمة، جعل الأئمة المعصومين من صلبه وذريته. هذه على حال رسالة نوصلها لكم جميعا في مثل هذه الليلة الحزينة على قلوب أهل البيت، ليلة وفاة السيدة زينب الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقتفي أثرها ويهتدي بهداها ويستن بسنتها المباركة في العفة والحياء والجهاد والصبر والمثابرة إن شاء الله تعالى. نعم، عندي متصل، تفضل أخي.
بيان، تفضل أخ بيان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سؤال يا محمد وادي السيد. تفضل حبيبي. شنو حكم الركن الرمضاني؟ شنو؟ ما هو؟ حكم الركن الرمضاني هذا مية نخلي ونرتب عليه على شغلات يعني نشرة وشغلات يعني تخص رمضان وتغير بها أجواء البيت. عفوا الركن الرمضاني انا ما سامع به، اذا ماكو زحمه بين لي يا حتى اقدر اتكلم عنه. شنو هذا الركن يعني الرمضاني؟ تزيين المنيه نخلي مثلا زين بالبيت هذا ونخلي هاي شغلات مال رمضان شائع يعني حتى يعني تشعرون العائله انه هذا في شهر عظيم وشهر متميز. نعم. هذا؟ نعم سيد. جيد. نعم. سؤالك الاخر. سؤالك الاخر. السؤال الثاني، يوم راس السنه تزيين البيت ونزول الامام المهدي هم زين البيت براس السنه يعني ونزول الامام المهدي يقولون هاي بدعه، فشنو الحكم رحم الله والديك سيدنا مشكور. حياك الله. زياره الامام الحج بلي. متصل اخر ابو سجاد، تفضل اخي. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولاي اني صاحب محل. عندي محل. نعم. وتجي ناس تخلي يمي امانات مثل خاف يجيك فلان تعطيها اله. بلي. ومثل هذا يجينا يخلي عندي مال المولده ويخليها خاف يجيك مولده تعطيها اله، اخليها وين؟ اخليها بفلوس بجيبي. بلي. ثاني يوم ثالث يوم ما تجي الناس اطلع السوق راح اسوق بها للمحل. بلي. اسوق بها اخبطها هي وفلوس تنخبط. بلي. اي بعد انا اقول هذا بيها مثلا وميجي رجال باي دقيقه موجود او موجود يعطيني من الفلوس الموجوده. بني. هل في اشكال انا الشيء هذا؟ واضح حبيبي، واضح ابو سجاد، حياك الله يعطيك العافيه. بني. ام علي تفضلي. ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد عندي سؤالين بدون محمي. تفضلوا. سيد بالنسبه لبخار الماي البحار الصايم. شلون؟ يعني إذا بخار قوي. بخار الماء الحار إيه؟ إيه للصائم. يعني في إشكال. هل يفطر الصائم أم ذا أم لا؟ إيه. إيه؟ والسؤال الثاني. نعم. إذا أحد يعني مأذيني يسمعني كلام أو يعني يأذيني أنا يعني ما بسوي هذا الشيء وأذيني بي. فمن أحكي مثلا خواتي البنات أقلهم هاي هم تعتبر ظلمي؟ يعني الكلام في كلام في ظلامتك يعني ظلموك ناس وانت تتكلمين عن ظلامتك للاخرين. اي اي يعني مثلا احد يسالني ليش ما تشكين ويا فلاني؟ ليش يعني مع الصالحين؟ اقول لها سويت وياي هذا الشيء، يعني هاي هم تعتبر غيبه؟ واضح واضح، حياك الله حياك الله. نعم. سيد حيدر تفضل. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ حياك الله بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. سيدنا شلون زحمه عليك؟ انا مبدل مصرين مال حوض وعندي تشمع بالعمود الفقري بحيث من اتوضا ما اقدر اثبت ظهري ما اوصل رجلي. يعني حتى من ارفع رجلي ظهري ما اقدر اعتني. فشو اسوي جاي؟ امسح بيد صديق او اخ نعمل لي اي واحد زوجتي امسح بيد او اثبت لي رجلي. يعني ما تقدر انت ابدا ان تصل يدك الى قدميك. اي ما تقدر. استعين بالاخرين. اي استعين بالاخرين. الله يخليك يا سيد حيدر بارك الله فيك. نعم. متصل اخر. ابو شهد تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله بكم، تفضلوا. سيدنا عدي الوالدي. نعم. بمحافظة وانا بمحافظة ثانية. بلي. فصار انقطاع من الصغر يعني من صف ثالث ابتدائي. بلي. اي فصار انفصال بين والدتي وبين والدي. بلي. وكل ما راح اتصالحها مثلا يعني من كبرت بعد حاولت اتقرب له يعني من باب الدين ومن باب الاخلاق. بلي. هو رافض هذا الشيء. رافض مرة مرتين. اي نعم رافض انه يستقبلني. ليش يعني انت شو مسوي له؟ مسوي له شيء بصغرك يعني او انه هو نعم نعم تفضل. هو بالنسبه له هو يعني تزوج اكثر من مره وبقى بمحافظه النجف قاعد. واضح. واحنا انتقلنا لبغداد بعد يم خوارنا. نعم.
وصار انقطاع يعني كل هاي السنوات. من كبرت انا بعد رجعت انه لازم بعد والدي ولازم اوصل له. فحاولت انه اوصل له بكل الطرق. هو يعني انت تحتاجه ماليا؟ تحتاجه ماليا؟ لا 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 نهائيا الحمد لله. يعني يعني طيبه يعني ماديا يعني يمكن يخاف. انا بس يمكن يخاف تتقرب له. يخاف انه انت طمعان في امواله او كذا يخاف انت لا طمعان. هو 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 رجال يعني يعني على قد حاله يعني هو بالعكس وضعه وضعه ضعيف يعني وضعه ضعيف وضع المادي لا بس لما يسور الحال. شكرا ابو شهد انا ان شاء الله اجيبه على سؤالك مشكورين بارك الله فيك. نعم ابو حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا العزيز حياك الله تفضلوا. سيدنا سؤالي حول موضوع احد الموضوعات الفساد اللي ابتلينا بها نحن هذه مواطن من ناحيه صور محافظه الديوانيه. الفساد الاجتماعي او الفساد المالي او ماذا؟ المالي والاداري انا حسح لك سيدنا الجليل. الاداري والمالي ايه؟ اي نعم سيدنا تعرف كل محافظه تعطي في رعايه كل شهر تسعيرها وعدد ساعات تجري في الساعات اللي لا نبيع. تعرف سيدنا انت تعرف الموضوع. السيارات يعني سيارة عندك انت مع الحكومة تفولها؟ لا عفو سيد سيد تسعيرة تسعيرة الامبير عامل مولدات الاحلية. الامبير؟ اي نعم نعم تشغيل المولدات. اي اي نعم نعم انا من ناحية صومر في محافظة الديوانية. بني السيدة اكو تسعيرة تطلع من كل محافظة وتتم بها كل الاقطية والنواحي عندنا في ناحية صومر المولدات الاهلية اصحاب المولدات الاهلية يستخدمون فقط بالتسعيرة اللي تعطى من المحافظة ولكن ساعات تشغيل اللي حوالي 6 إلى 8 ساعات في ناحية الصومر فقط بالمحافظة ما مستخدمين بها. بني فهاي من ناحية الحلال والحرام إضافة إلى عدم متابعة المسؤول في مقامية الصومر. مشكور واضح حياك الله أبو حسين. فهاي من ناحية شكرا سيدي. بارك الله فيك حياك الله عين. نعم. لا لا الأخ حسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. الله يسلمك مولاي زمن النظام السابق. زمن النظام البائد إيه؟ إيه بسم الله وبحمده مولاي سيدي. إحنا بجيش بواد حوران. نعم. بقنا الآن يا جماعة طلي طلي طلي. أيام الجيش. بسم الله وبحمده مولاي سيدي. بقنا طلي. أنا يا جماعة أربعة. إيه. اثنين خذوا الطلي وانا بغيت لهم. وبعدين شنو انت ساعدتهم في السرقه؟ اكلت من عندها شنو؟ والله مولاي انا سويت السبب، السبب انا سويت الخطه. السبب الاصلي انت؟ اي انا سويت خطيتهم انا قلت لهم اثنين يمشون واثنين واحد وياي. كفيناه واخذناه الطلي اكلناه قسم اكلناه وقسم ظل بعد هو خبرنا قال ترجعون وحدتكم ورجعنا لوحدتنا. الطلي شنو مع الناس كان انت اخذته يعني مال؟ لا انا العيان قاعدين واقفين قاعدين يمنا مسافه عنهم بعيده وما يدرون بينا انا اخذناه ومشينا عنه. لا الان ضميرك مأنبك يا حسين. طبعا مولاي طبعا هاي وراي قبل هذا. اي وراي قبل شلون الله الله يهدينا ويهديك ان شاء الله تعالى. والسؤال ثاني مولاي بالعزم عليه خلوه. تفضلوا. اي والله بقيت شاجور من وحده عسكريه. نعم 30 طلقة 30 طلقة قلت لي سرقتوا رصاصا 30 طلقة هم نظام النظام. بني وين وديته؟ بعته؟ بعته يعني؟ ها؟ لا والله ما رحت رميت وراح ما حكي يا ريت ما ضيع وصل فلوسه لكن ايش راح حكي لا منا لا منا. خير ان شاء الله مشكور يا حسين. أيوة. بارك الله فيك يعطيك العافية واشكر صراحتك اشكر اعترافك اشكر على حال خضوعك إلى الله في أنه يا رب أنه أنا شنو اللي أسوي أريد موقف حتى أصفي أمري وأنا على حال أستقبل الموت وأستقبل الآخرة. أشكرك على هذه المبادرة إن شاء الله أنا أجاوبك على السؤال مشكور. نعم متصل آخر كريم تفضل أخي. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي الله يرحم أمك وأبوك أنا أريد حول العقيقة، العقيقة أريد أسوي عقيقة إلي أنا، هلي ما مسوي لي. العقيقة لنفسي إيه؟ إيه منو اللي ياكل منها؟ أولادي، بناتي، شنايني بالبيت ياكلون منها لو ما ياكلون منها. واضح يا كريم. إيه وإذا عندي ابني عازل برا البيت يصير عزمه ويا الناس لو ما يصير.
بلي بلي، واضح عزيمة الأولاد. خدمتك خدمتك. متصل آخر. نعم انقطع الاتصال. بلي خل أجاوب، خل أجاوب. إذا حولته منه كريم آخر. تفضل يا كريم، تفضل يا كريم. أخ كريم اترك التلفزيون، اترك التلفزيون، تكلم معي. السلام عليكم. ابتعد عن التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. ابتعد عن التلفزيون سيد. أمشي بالطريق اي ولقيت لي كيس تمن. بني فجبته وخليته في البيت. بني جبته وخليته في البيت ما استعملته. بني هل ادفع فلوس عني؟ وين لقيته؟ بطريق عام، طريق خارجي، لو بالمدينه؟ طريق عام. يعني طريق عام يعني طريق خارجي لو بالمدينه؟ لا طريق خارجي، طريق عام. خارجي يعني بين المدن، بين المحافظات. نعم نعم. ولقيت لك كيس تمن، واضح. نعم. حياك الله حياك الله. اخواني خل اجيب اذا ماكو اخر متصل. اخ مالك تفضل. اخ مالك سيدنا، انا عندي اصلي الظهر اشتغل عمالة. بلي من ارجع ما اصلي يعني ما اصلي الظهرية، نرجع البيت متاخر يعني ولا تسلم في الشمس، فابغى كلام على العشاء. صلاة الظهر بعد العمل يعني ساعة بيش مأذن المغرب؟ ايه هو يعني من ويا المغرب انا اطب ويا اطب البيت اصلي ويا العشاء مع المغرب. ليش ما تصلي، ليش ما تصلي بوقتها مالك؟ ليش ما تصلي بوقتها؟ مو ابو العمل ما يقبل. ما يقبل شنو يعني؟ من اذان الظهر الى اذان المغرب اصلا ما عندك قعده؟ اي ما عندي يعني، يعني احل بالاربعة ونص يعني، بالاربعة ونص هم بالسيارات وشيت مواد البيت. لا 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 لا، اربعة ونص وين؟ اربعة ونص للستة ساعة ونص عندك يعني، انت بعد ما يعني خلص شغلك تقدر تروح تتوضا وتصلي وبعدين تركب سيارة ترجع للبيت. يعني ما يجوز اصلي غير ما عشان؟ انا اجاوبك حبيبي مالك، مشكور مشكور، حياكم الله. إخواني الأعزاء، اتصالات على حال اللي استقبلناها هذا المقدار، وإذا سنحت الفرصة يعني وكملت الأجوبة راح نفتح مرة أخرى الاتصالات. الأخ بيان يقول أنه إحنا في البيت نعمل يعني ركن زاوية في البيت ونخلي رمضان كريم وما أدري إيش وأضوية ونوع من القضايا اللي ذكرنا برمضان، قرآن معين أو زينة تذكرنا برمضان، فما هو حكم ذلك؟ الجواب لا إشكال في ذلك، الجواب لا إشكال في ذلك. شو المشكلة يعني؟ لا إشكال أصلا. فإذا كان هذا الركن الرمضاني حسب تعبيرك إذا كان يشحذ إرادة أولادك في أن يحافظوا على هيبة رمضان وكرامة رمضان وتتغير روحيتهم معنوياتهم في شهر رمضان برؤية هذا الركن، ممتاز، هذا الشيء محبذ، محبذ يعني جيد ومطلوب، واضح. يقول رأس السنة أيضا إحنا نسوي زينة ونزور الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. الزينة على أي شيء؟ ما يعني رأس السنة الميلادية شنو ربطنا إحنا فيها؟ ورأس السنة الهجرية على حال إحنا نلبس السواد، فوجود زينة بهذا المعنى ليس فيه أي يعني أي ترجيح وأي تحبيذ أصلا. أما أن تزور الإمام الحجة ممتاز، كل يوم زور الإمام الحجة، كل يوم عاهد الإمام الحجة، دعاء العهد وزيارة الإمام واستذكار الإمام والتصدق عن الإمام، هذه أمور مستحبة ممتازة. أما الزينة ما لها يعني ما لها ربط ولا لها أي محبوبية وأي على حال مطلوبية. زين أبو سجاد يقول أنا صاحب محل وجماعات يجون يقول يا أبو فلان
أبو سجاد هاي فلوس خليها يجاب المولد الطهية، هاي فلوس خليها إذا جاء فلان انطهية. يقول هاي الفلوس خليها في جيبي وأروح للسوق وأصرف فيها، أصرف فيها يعني، وبعدين أنطيها إذا أجوا الجماعة أنطيهم من فلوسي. فخلط الأمانة، سؤال هالشكل، خلط الأمانة مع أموالي والتصرف فيها وبعدين أنا أتعهد أن أنطيها لأصحابها، هذا يجوز خلط الأمانة والتصرف فيها؟ الجواب، الجواب حسب صاحب الأمانة. صاحب الأمانة اللي يودع الأمانة عندك إذا كان منطيك هيك تخويل أنه يا بهاي الفلوس أنطيها، ويعطيك تخويل أن تتصرف فيها، يعطيك تخويل أن تتصرف فيها، إذا كان هالشكل تفهم بحسب القرائن بحسب التعامل بحسب الأدلة أنه أنت تدري أنه صاحب الفلوس ما عنده مشكلة أن تتصرف فيها وتعطي غيرها، إذا كان عندك هالشكل قرائن لا إشكال في ذلك. أما تقول لا قال لي هاي الفلوس أنطيها لصاحب المولدة، هاي الفلوس أنطيها لفلان إذا أجاك، هاي 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 الفلوس، فما يجوز لك تتصرف فيها. أنا شخصيا لما يجوني سيدنا هذه يجي الشيخ فلان أنطيه إياه، أجيب أنا كيس طرف أخليه أكتب أمانة فلان، خلص ما أتصرف فيها، ما أتصرف فيها، جي يقول لي هذه أنطيها لفلان، هذه يعني هي. فأكرر إذا كان أكو قرائن وشواهد أنه يجوزك تتصرف تصرف، أما إذا ماكو قرائن وماكو شواهد تخليها بظرف تكتب عليه أمانة وتعطيها نفسها إلى أصحابها. أم علي تقول بخار الماء الحار، تقول أنا بالحمام وصايمة وبخار الماء، في طبيعة الحال بخار الماء اللي إحنا يصير عندنا بالحمام على نوعين، مرة بخار، اسمعوا جيدا، مرة بخار اللي ما أقدر أشوف إيدي، ما أدري هذه في بعض الحمامات اللي يسموها الساونا، ساونا البخار، من تدخل إيدك ما تشوفها، يعني كأنما هناك ماء ورطوبة تحصل في الفم، تحصل في الفم من تستنشق يدخل بخار ويتحول إلى قطرات، هنا مشكلة، هنا مشكلة. أما لا فد بخار عادي ضعيف كذا هذا لا إشكال في ذلك أصلا إن شاء الله تعالى. قالت سيدنا أشخاص اتهموني وآذوني، وهل يجوز أن أتكلم عن أذيتهم وأتكلم عن ظلامتي للآخرين؟ يصير. الآية الكريمة هيك تقول، الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله هيك، لا يحب الله الجهر بالسوء، الله ما يحب واحد يجهر بالسوء عن الآخرين إلا من ظلم، إلا من ظلم. يعني أنا ما يجوز لي أحكي على واحد ولكن ذاك الواحد مأذيني، هاتكني، مسقطني، دائما يتهمني، دائما كذا، أقول يا جماعة ترى هذا ظلمني، هذا يفعل هيك، يفعل هالشكل، فعل بي هكذا، فعل بي هكذا، أكلني، أنا دخلت وياه بتجارة أكلني، أكلني هذا فلان أكلني وأنا مظلوم، هذا خانني، هذا على حال أسلوبه غلط وياي. إذا كان في واقع الحال لا إشكال في ذلك، في الظلام اللي أنت واقع فيها ما في مشكلة أن تتكلم فيها. سيد حيدر يقول أنا بدلت مفصلين من على حال من الحوض وعندي تشمع في الفقرات، في الوضوء ما أقدر أنحني، لا أستطيع أن أنحني حتى أمسح قدماي في الوضوء، شنو اللي أسوي؟ يقول أنا وياي الجماعة الرطوبة مع الغسل إيدي مسحت راسي والرطوبة أخليها بإيدهم يمسحون رجلي، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وإذا أمكن، وإذا أمكن أن بالعصا، يعني عصا أو شيء أن تمسح رجلك بالعصا أيضا ما في مشكلة، فيمكن بالاستعانة بكف الآخرين أو عصا أن تمسح رجلك إذا كانت العصا رطبة برطوبة ماذا؟ برطوبة الوضوء. طبيعة الحال هذا كلمة العصا صار كلام عند بعض العلماء فذكرته من هذا الباب. زين، يجي الأخ يقول أبو شهد
والدي في محافظة ونحن في محافظة، يعني كأنما صار هناك انفصال بين والدته ووالده، هو عاش مع والدته، والده أيضا في محافظة أخرى، ويقول الآن أريد أرجع لوالدي أسلم عليه وترجع لأختي، يعني ما يصير هذا والدي. يقول كلما أقترب إلى والدي يبتعد عني ويرفضني، فشنو اللي أسوي؟ أخي الكريم، هاي القضايا، هاي التراكمات، هاي تراكمات مال زمن، يعني 15-20 سنة أكو تراكمات، أبوك سامع عنك الكثير، أنت سامع عن والدك الكثير، هذه تجعل حالة من عدم شنو؟ من عدم المودة، عدم المحبة، سامع عنك هواي أشياء فيكرهك، أنت سامع عنك أمور في قلبك شيء، هذا الابتعاد يولد الضغينة، يولد الضغينة وعدم المحبة وعدم على حال المودة، هذا لازم تذوب شوية 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 تذوب. إذا أنت حسب تعبيرنا تقدر تتحمل وتصبر، تروح لوالدك والدك يطردك، وتروح له يطردك، وتروح له يطردك، تودي له هدية وتبوسه هو يطردك، إذا تقدر سينتج ذلك، يعني يوم الأيام والدك راح يستقبلك. أما تقول لا سيدنا أنا بعد ما أريد هيك أذل نفسي، على شنو أروح أنا سلام عليكم بابا شنو أحوالكم، هذه بابا هدية لك، هذه مدري إيش، يقول لك يلا امشي مدري، ما يخالف بهالمقدار، أدي واجبك يومية تقدر تسلم عليه بالتواصل الاجتماعي جيد، ارسل له رسالة أحبك أدعو لك أنت أبي أنت كذا، لا بأس، هذا أمر، افعل ما هو واجبك، قم بواجبك. الآن والدك يتقبل أو ما يتقبل كذا، أنت على حال سوي اللي عليك، والبقية على الله وعلى غيرك. زين، أبو حسين يقول موضوع الفساد وبالديوانية وتشغيل المولدات وما يلتزمون بساعات التشغيل، أخي الكريم هذا أمر اعتدنا عليه، وهم في الواقع أصحاب المولدات ما يشغلون بحسب التوقيت، فهذه سرقة، وهذا قلتها لعدة مرات، من يعمل بغير المقرر وبغير المقنن وبغير المتعارف بين الناس وبينه، أنا صاحب مولدة وأنا متفقين الناس معي أنه أو الدولة اتفقت على أن أشغل ساعة 12 الظهر وأطفئ ساعة 12 في الليل، لا يجوز لي أن أؤخر نصف ساعة، هاي نصف ساعة سرقة من حق الناس، لأن تقول هالنص ساعة سيدنا على حال تفيدني فرد 50 لتر غاز أنا ما أصرفه مثلا، هاي سرقة، هذه مال الناس جاء تأخذ فلوس عليها. فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في حقوق الناس، ستسألون يوم القيامة، والسؤال هناك على حال دقيق وعسير. نعم، حسين يقول أنا من زمن البائد في جيش السابق، كنت في وادي حوران وشفنا قطيع غنم والراعي بعيد، وإحنا سرقنا غنمه وطبخناها وأكلناها. أخي حسين، أنت على حال إذا تعرف الراعي موجود، إذا تعرف الراعي موجود وتسأل عنه، لازم أنت تروح له وترضيه وتطيه فلوسه. عفوا إخواني، يظهر أن هناك خلل في الصوت، فنعتذر لهذا الخلل، ونجيب على السؤال الأخ كريم المتصل. كريم يقول أنه أنا أريد أعمل عقيقة لنفسي، وهو رجل كبير يعمل عقيقة لنفسه، على أنه هل يصح أن أعمل عقيقة لنفسي؟ نعم، ما في إشكال، واحد يسوي عقيقة لنفسه، بس مو واجبة يا أخ كريم، ليست واجبة تعمل العقيقة أو يأكل منها أولادك، يأكل منها كذا، ما في مشكلة، يعني أنت يكره لك أن تأكل منها، ولكن عموما لا إشكال في ذلك، يمكن أن تعمل عقيقة إلى نفسك، وقلت أنه ليست ماذا؟ ليست واجبة، ليس هناك وجوب في هذا المجال. زين،
الأخ كريم الآخر يقول أنا في طريق خارجي في طرق بين المدن، يقول عثرت على كيس رز أخذته للبيت ولكن ما متصرف فيه، فشنو اللي أسوي؟ الجواب تصدق به، أعطيه للفقراء، سوي أكياس كيلوين كيلوين ثلاثة ثلاثة وانطيه للفقراء، تصدق به إلى الفقراء. لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا أن تكون أنت فقير. إذا أنت فقير أيضا تقدر تأخذ من عنده، ولكن عموما تصدق به عن صاحبه. الأخ مالك يقول أنا أشتغل عمالة وصلاة الظهر أنا في الواقع ما أصليها إلا أن أرجع للبيت أصلي صلاة المغرب والعشاء والظهر. ما يصير يا أخ مالك أبدا، لا يجوز ذلك. ترك الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعا، لا يجوز. صلاة الظهر تصلى في وقتها، وقتش وقت من الظهر إلى قريب العصر إلى أذان المغرب تقدر تصليها. لما أنت خلصت شغلك 4:30 لا تروح للبيت، بسرعة انزع جواريبك روح توضي وأوقف صلي بعدين ارجع للبيت حتى لو تتأخر. صلاة الظهر والعصر لابد أن تصلى قبل غروب الشمس، هذا أمر واجب يا أخ مالك، ولا يجوز لك تأخير الصلاة إلى المغرب، لأن كل وقت عندنا صلاة خاصة. صلاة الظهر والعصر إلها وقتها، لازم نصليها بوقتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأنا أعتذر علي حال صار خلل في الصوت، ولكن عموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويجعلنا من المحيين لذكرى أهل البيت والسيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.